وضيفه هذا الاثنين في تقديمه لكم سفيان مراكشي. صباح الخير سفيان. صباحك سعيد شهرزاد، أدام الله عليك هذه الابتسامة. أهلا بك يا سيدي الكريم. إذا ضيفنا هو السيد المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية سيد ياسين زروال. مرحبا بك. مرحبا بك، شكرا. إذا سيد ياسين، ما زالت مساعي وزارة الفلاحة قائمة لاستكمال مشاريعها، وخاصة مشروعها المؤطر لحق الامتياز في منح الأراضي الفلاحية لمدة 40 سنة قابلة للتجديد. أين وصلت هذه المساعي؟ كم هو عدد العقود المحررة في إطار عقود الامتياز؟ كان العدد أواخر السنة أو اللي قبلها الفارطة كان أكثر من 82 ألف عقد امتياز لصالح مستغلي الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة. ما هي آخر الأرقام متعلقة في هذا الحق، حق الامتياز؟ شكرا. نشكر الإذاعة الوطنية على الاستضافة. بالنسبة لعملية تحويل عقود الامتياز الدائم إلى الامتياز المؤقت إلى 40 سنة، هي العملية عرف التقدم لا بأس به، بحيث وصلنا حاليا إلى أكثر من 164 ألف عقد سلمت إلى الفلاحين، أي تقريبا ضعف العدد. ضعف العدد، أي أنا وصلنا 75% من العقود التي سلمت إلى الفلاحين أو المستفيدين من هذا الأراضي. العقود الباقية يعني 25% اللي بقات هي بين عدة حالات. حالة النزاعات اللي ممكن قائمة في أروقة العدالة، وهذه الحالات هذه الديوان لا يستطيع أن يفعل شيء، يعني ننتظر حتى العدالة تنتهي من عملية ونقوم بتسوية العقود. كاين حالات أخرى وين ممكن كاين نزاعات بين الورثة، كاين حتى حوالي 9000 مستفيد لم يتقدم إلى حد الآن إلى الديوان، وهذا المستفيدين هذا احنا من أجل وضع الملف تاعهم، وهذا متأخرين. هذا يجب التواصل مع هؤلاء المتأخرين. هو احنا نتصلوا بهم، ولكن حتى القانون عطانا إجراءات بحيث الناس هذو 9000 اللي بقوا ندير لهم إعذارين عن طريق المحطة القضائي. إذا فات الإعذارين ما استجابوش، نروحوا مباشرة إلى فسخ العقد القديم واسترجاع الأرض. هذه القانون اللي مدايرها في قانون. ما هي المدة الزمنية تقصد؟ لا، المدة الزمنية ما فيهاش مدة زمنية، فيها إعذارات فقط. يعني مدة الإعذار هي لا تكفي لي يعني الوصول إلى الفسخ، إذا هذا المستفيد ما تقدمش من أجل تسوية العقد نتاعو. كم بلغت بالتقرير مساحة الأراضي التي شملتها لحد الساعة عقود الامتياز من أصل أراضي المحصية أراضي الدولة؟ حوالي 2 مليون أعتقد. هي أراضي الدولة المعنية بهذه العملية هي تفوق 2 مليون، هي حوالي 2 مليون و 400 تقريبا 2 مليون و 500 ألف هكتار منتشرة عبر التراب الوطني. هذه أراضي تابعة للدولة، يعني من الأملاك الخاصة للدولة، وهي الأراضي اللي شملتها عملية تحويل عقود الامتياز الدائم إلى الامتياز المؤقت. كم حصة امتياز من هذه 2 مليون؟ هي كامل معنية بهذه 2 مليون و 400 ألف، هي كامل معنية بهذه العملية، عملية تحويل حق الامتياز. هناك ربما من بعض الفلاحين الذين يستمعوا إلينا عبر أمواج الإذاعة الوطنية القناة الأولى من يقول لك أنه مدة تسويات عقود الامتياز طويلة جدا ووثائق معقدة، وأحيانا في حتى إجراءات بيروقراطية، خاصة أنه من المعلوم أنه لما تتم تسوية وضعية الأراضي عن طريق حق الامتياز يكون للفلاح كذلك حق القرض، مثلا قرض التحدي ومشاكل أنواع أخرى من القروض. هي عملية بسيطة جدا، لكن الوضعيات التي تتكلمون عليها هي ممكن وضعيات اللي فيها نزاعات، لأن في هذه الأراضي هذه تمت أو في أوقات معينة أو في أماكن معينة تمت عمليات تبادل أو تنازل أو شراكة في إطار غير قانوني بين المستفيدين وأشخاص آخرين، وهذه العمليات هي اللي ممكن أخرت من عملية التسوية، لأن إحنا كي نلاحظوا باللي الأرض يستغل فيها إنسان ثاني ماهوش المستثمر، هناك إجراءات
تقوم بها الولايات المعنية، لأن في عملية سوية القانون أنشأ لجنة ولائية لدراسة هذه الوضعيات، يعني الوضعيات اللي ممكن فيها مشاكل، لأن الوضعيات اللي ما فيها حتى مشكل سويت جميعا. يعني وين المستثمر أو الفلاح عنده الوثائق تاعه ويشتغل بصفة عادية الأرض تاعه، ما كان حتى مشكل في التسوية. والشيء اللي راكم تلاحظوا فيه هذا 160,000 أكثر 160,000 هذو ما فيهم حتى مشاكل، ولكن وين تكون مشاكل؟ معناتها ممكن المستثمر توفى، ولا ممكن كراء الأرض تاعه، ولا باعها، ولا باع تنازل على الحق تاعه، ما نقولوش باعها، تنازل على الحق تاعه، ولا هنا هذه الوضعيات التعامل تاعها يكون صح، يكون طويل، لأن اللجنة الولائية راح ممكن تدير خرجات ميدانية، تعاود تطالع الوثائق، تشوف الوضعية، وبالتالي عملية تسوية تاخذ شوية وقت. هذا هما الوضعيات اللي ممكن تاخذ فيهم شوية وقت. ما هي الولايات التي تعرف لحد الساعة تأخير يعني ملحوظ في عملية تسوية العقود بالنسبة للامتياز؟ هو كان حوالي 10 ولايات اللي راهي ما نقولوش تأخير يعني كبير، وإنما تعطل ما يعني مقارنة بالولايات الوسط. ما هي هذه الولايات الوسط؟ هي الجنوب الشرق. أغلبها هي ولايات الوسط، لأن الوسط ما يخفاكمش باللي ولاية الوسط فيها نزاعات، فيها تغيير تاع الوضع، لأن كاين أراضي. ماذا تقصد بالتغيير الوضع؟ أراضي كانت أراضي فلاحية وتبنت فيها مشاريع إلى آخره، لازم هذيك المشاريع تقتطع للحصول على الأرض المتبقية، ونزاعات بين الأشخاص ممكن كاين نزاعات. أنتم تقصدون أنه هناك من يبني في أراضي فلاحية وبالتالي ينتهك حرمة الأراضي الفلاحية؟ كاين وضعيات كما. ما هي الإجراءات التي تتخذونها في هذه الحالات؟ كاين هناك إجراءات عقابية. كاين إجراءات عقابية، كاين مديرية الفلاحة ومديرية الأملاك الدولة تقوم برفع دعوى قضائية على هذه الناس هذو، والأرض الفلاحية لا يمكن تسوية المستثمرين فيها. إذا كان نزاع، إذا كان بناء فوضوي، عدة حالات اللي راهي موجودة هنا في ولاية الوسط وين ما تمش تسوية العقود الامتياز، لأن فيها بناءات فوضوية. حتى كيف تعاملتوا مع هذه الحالة؟ هذه الحالات هذو تتعامل معهم طبعا رفع دعوى قضائية، والنتيجة تاع الدعوى القضائية هي في أغلبها الهدم. كم هي عدد الحالات المسجلة في مثل هذه؟ أول حالات عديدة، ما عنديش الرقم، أنا ما عجبش معي الرقم، وإنما كاين حالات الاعتداء على الأراضي الفلاحية، ومديريات الفلاحة والسلطات المحلية تتحرك في أغلب الحالات، وين يا إما تقوم بالهدم مباشرة بإجراءات عادية هي من صلاحية البلدية وصلاحية السلطات المحلية، أو برفع دعوات قضائية ضد هذا المخالفين. ألا ترى سيد زروان أن العدالة أحيانا عندما يكون هناك نزاع في قضية تسوية الأرض، سواء عن طريق الامتياز أو عن طريق ربما انتهاك هذه الأرض عن طريق البناءات الفوضوية، تأخذ إجراءات معقدة وطويلة ربما يعني تعطل أكثر عملية تسوية العقد بالنسبة للامتياز؟ هو طبيعة النزاعات العقارية هي اللي صعبة، لأن صراعات العقار ما يخفاكمش باللي حساسة، أولا حساسة جدا، وثانيا الإجراءات نتاع لأجل تصفية ملف في العقار الفلاحي صعبة جدا، لأنها تحتاج إلى خبرات، تحتاج إلى معاينات، تحتاج إلى دراسات، وبالتالي العدالة راح تأخذ هذا الوقت الكافي من أجل صاحب الحق يعني حقه، من أجل الوصول إلى الحق، لأن الوثائق اللي ممكن تجي لازم لها خبرات. الوثائق العقار كما نقول لك المشكل الأساسي أنه مشكل حساس جدا البلاد تاعنا، تعرفوا باللي العقار خاصة في المناطق الوسطى والولايات الوسطى العقار هو مشكل حساس، وبالتالي فالعدالة تأخذ، والعدالة فيها عدة، فيها المحكمة، فيها المجلس، فيها المجلس الأعلى أو مجلس الدولة، وبالتالي ربما هذا من بين الأسباب التي دفعت وزارة الفلاحة إلى تأجيل أو تأخير الآجال في كل مرة. سيد الوزير كان
يعطي أجل، حتى الوزير الأول كان أعطى أجل 2013 لأجل استكمال كل عقود الامتياز والدخول في عملية الاستثمار الفلاحي، وحتى دعا بالمناسبة الشباب لدخول هذا المجال. لا، هو التأجيل ما كانش من أجل هذا المشكل، التأجيل كان لإعطاء فرصة لبعض المستثمرين اللي كنا نتكلموا عليهم قبيل اللي ما جاوش وضعوا الملف تاعهم. هذا التأجيل هذا كان في صالح المستثمرين، لا في قضية العدالة، لأن قضايا العدالة أو القضايا اللي فيها نزاعات ما تدخلش في هذا الإطار، لأن عملية التحويل هي عملية إرادية، معناها تأجيل للمستثمر ويحط الملف تاعه وندرسوه، إذا لقينا الملف طبق فيه الشروط نديروا له عملية التحويل. ولكن هذا التأجيل كان لأن كان من قبل الرقم اللي كنت نقول تاع 9000 كان 16000، 16000 مستثمر ما جابش حتى الملف تاعو باش نديروا عملية التحويل، والتأجيل دار في هذا الإطار من أجل السماح لهذا، أعطى فرصة لهذا المستثمر الإخوة الفلاحين باش يجيو ويحطوا الملف تاعهم. سيد زروال، ربما هذه العقود التي كنت تتحدث عنها هي خاصة بالأراضي التابعة لملكية الدولة، ماذا عن الأراضي التابعة لربما الملكيات الخواص، مثلا أراضي العرش كما يسمى ربما في الجنوب، خاصة أنه الجنوب لديه امتيازات خاصة فيما يتعلق عقود الامتياز والدعم. أعتقد أنا راكم تتكلموا على ثلاث أنواع من الأراضي. هي الأراضي العرش ماهيش أراضي خاصة، هي أراضي تابعة للدولة، ولكن يمتلكها أشخاص عن الخواص. ولكن ماهوش يمتلكها، ولكن يستغلها أشخاص منذ عقود. لأن هذه وضعية مأروثة الحقبة الاستعمارية، وإن الاستعمار كان قسم بعض الأراضي إلى بعض العروش وأعطاها لهم يستغلوها، ولكن هذه الأراضي هي في الأساس ملكية للدولة. هذه الأراضي ستكون محل تعليمة ممكن من السيد الوزير الأول أو من تعليمة ما بين الوزارات من أجل تسوية هذه الوضعية وإعطاء عقود الامتياز لهذا الفلاحين اللي راهم يستغلوا في الأراضي. بالنسبة للجنوب كاين شيء آخر. الجنوب الدولة كانت قامت بزوج عمليات، كانت دارت عملية الامتلاك عن طريق الاستصلاح كما يسميها لابيها، وين تمنح أراضي في الجنوب للجزائريين مستثمرين ويقوموا باستصلاح هذه الأراضي، ومن بعد معاينة وتبين باللي فعلا هذا المواطن قام باستصلاح وقام بشق طرق، حفر الآبار، غرس أشجار أو غرس، يملك. معناتها الدولة تعطيه عقد ملكي على هذا الأرض. هذا النوع الأول. كان النوع الثاني هو تعليمة الوزير الأول، تعليمة تاع احنا نسميوها لاسونوي تاع 108، وين منح الامتياز عن طريق الاستصلاح كذلك. معناتها وين في الجنوب دائما يقوم مستثمرين أو فلاحين ومواطنين جزائريين بعملية استصلاح ويمنحوا عقود امتياز مؤقت تاع 40 سنة. هذو العمليتين هذو كاينين في الجنوب. يأخذ عليها دعم يعني بطرف هذيك الدعم، من بعد يأخذ الدعم. معناتها ممكن الدعم راهو خاصة عن طريق قرض التحدي. قرض التحدي اللي كما تعرفوا فيه مليون دينار على الهكتار. مليون سنتي. يعني وفيه ثلاث سنوات بدون فوائد، وسنتين يعني السنة الرابعة والخامسة ب1% فوائد، ومن بعد السنة السادسة ترجع نصب الفوائد عادية، يعني الفوائد المطبقة. لكن الفلاح فرصة ثلاث سنوات انه يصير طبعا هو في ثلاث سنوات ممكن. طيب نعود لقضية أراضي العرش التي هي ربما أكثر الأراضي مساحة في الجزائر. لا، ما هيش أكثر أراضي. ما هي أراضي العرش؟ أراضي العرش هي أكثر أراضي مساحة في الجزائر، هي الملكية الخاصة، الأملاك الخاصة، يعني اللي عندها ملاك مواطنين، اللي راه يتجاوز 4 مليون هكتار. يعني الأراضي الخاصة اللي راهي ملكية خاصة في الجزائر هي الأكبر، كاين فوق 4 مليون هكتار تابعة للخواص. جيم بعد هذه الأراضي اللي كنا نتكلم عليها نتاع اللي فيها عقود الامتياز اللي فيها 2,400,000، وإنما أراضي العرش لا تتجاوز 1,000,000 هكتار.
لا كيف تتم تسويته وضعيه العرش؟ يعني أراضي العرش كلمه قادمه، ولكن يبدو ان الامر مش واضح بالنسبه للذين يملكون مثل هذه الاراضي والان يستصلحونها واستفادوا من الدعم الفلاحي مثلا وغرسوا اشجارا، ولكن دائما لا يملكون عقودا ملكيه لكي يستفيدوا من مثل هذا قرض التحدي. اراضي العرش ما فيهاش عقود ملكيه، اذا كان تم تسويه في اطار الامتياز طبعا تسويه الوضع، اذا كان في تكون في تسويه تاع اراضي العرش راح تكون في اطار عقد الامتياز، وهذه التسويه راح تتم عن طريق تعليم، لان اراضي العرش ما يخفاكمش باللي راهي اراضي فيها ناس يستغلوا فيها منذ عقود، ممكن منذ قرن او اكثر. ايش عن جد؟ عن جد، وراهي وضعيات ممكن في ارض الواقع كاين وضعيات معقده، كاين وضعيات اللي راهي كي ماهيش معقده، وين الناس في ارض الواقع راهم متفقين كل واحد عنده القطعه نتاعو الجزء نتاعو اللي يخدم فيه، ومتفقين منذ عقود ماهوش متفقين امس. وكاين اراضي اللي ممكن يكون فيها نزاعات فردية ولا نزاعات تاع عرش، هذوك يصعب التعامل معها، لأن عملية تسوية تاعها تتطلب اتفاق بين الأشخاص اللي راهم في الأرض، أنت الناس اللي راهي تشتغل، إذا ما كانش اتفاق بين هاد الناس اللي راهي تشتغل فيها مش ممكن تتم عملية تسوية تاعها. تقريبا بنفس الحالة التي يعني هنا في الوسط، في الولايات الوسطية، ولكن نفس الشيء. من يملك حيازة الاستغلال على الأراضي؟ هذه الأراضي العرش وما فيش نزاع، يمكن أن يستفيد من عقود الامتياز من خلال اللجان الولائية لديوان. لا مازال، لأن التعليم عن الأراضي العرش مازالت ما صدرتش، هي في صدد الصدور باش تقوم بتسوية هذه الأراضي. طيب نبقى في هذا الإطار دائما عقود الامتياز، يعني هل فيه يعني عراقيل ذات صلة بالاختلافات في المساحات مع إدارة مسح الأراضي ربما؟ لا، هو الاختلافات ممكن تكون، لان العقود السابقه اللي كانت ممكن من بعد عمليه اعاده المسح، لان ما يخفاكمش باللي المسح العقاري الكاداستر في الجزائر عمليه لم تتم الى حد الان، يعني هي في طور الانجاز، وبالتالي ممكن تطيح في اماكن وين كيفات المسح العقاري المساحه اللي كانت في العقد ممكن تتغير، لأن المساحة اللي كانت من قبل ما هيش مضبوطة، وممكن المساحة اللي كانت في العقد من قبل كانت أكبر من العقد حاليا، ولكن هذه حالات فصيلة فيها، يعني ما بقاش فيها نزاعات كبيرة في هذا المجال، حتى ممكن كان ناس اللي في الأرض عنده مساحة أكبر من اللي عنده في العقد، يعني في العقود لا 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 لا. وبالتالي تم تسويتها الآن بعد خروج مخبرين عقاريين أو خروج إدارة مسح الأراضي الكاداستر. هل لديك رقم في عدد الملفات غير المطابقة؟ ما كانش رقم، لأن عملية تسوى كما يوميا دوريا، يعني دوريا، ما هيش ملفات اللي راهي عالقة ولا راهي ما بلاش. وزير الفلاحة كان هدد مؤخرا بسحب الأراضي من المستفيدين الذين يستغلوا الأراضي في إطار عقود الامتياز الفلاحي. هذه مش تهديد، لان هذا قانون، هي القانون تاع 10 توصف للصحف لادي 03 كما يسميوها، اعطات من صلاحيات الديوان اعطات من صلاحيات الديوان انه يقوم بمراقبه استغلال الاراضي واقتراح سحبها اذا كان هذه الاراضي غير مستغله. غير مستغله. الشباب كذا تدعو سيد المدير العام لي الأراضي الفلاحية من أجل دخول مجال الاستثمار والاستفادة من الامتيازات. طبعاً طبعاً طبعاً، هو الدولة خصت في قانون 108 للشباب 10 هكتارات في خاصة في المناطق الجنوبية للاستغلال والاستثمار في المجال الفلاحي. تعدونهم بتسهيل الإجراءات يعني الإدارية وتفادي البيروقراطية؟ طبعاً هي إجراءات بسيطة جداً. شكرا لك سيد المدير العام لديوان الوطن الأراضي الفلاحية سيد ياسين زروال على كل المعلومات التي تفضلت. أما أنتم مستمعين في كل مكان يمكنكم متابعة هذا الحوار كاملا عبر موقع الإذاعة الوطنية رودو في راديو الجريب. والجزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.